المنزل كان يتواجد به بعض الدواعش، تم الرد عليهم مثل ما جاي يشوف الصورة هي بتحكم. طبعا هاي جولة أمنية مع جهاز مكافحة الإرهاب. الآن خرجنا من قاعدة الحبانية العسكرية اللي متواجدة بها أغلب القطاعات العسكرية باتجاه منطقة الخالدية. حننقل بالصوت والصورة ما يجري في منطقة الخالدية وتحديدا سيطرة الأجهزة الأمنية على منطقة الخالدية، وبعد ذلك نتوجه إلى حصيبة الشرقية لنؤكد بأن هناك سيطرة تامة للأجهزة الأمنية الأمنية على هذه المناطق. كما تشاهدون هي بدايات هذه الجولة، وسنتجه الآن إلى الشارع الرئيسي اللي يأخذنا باتجاه منطقة الخالدية وبالتالي إلى حصيبة الشرقية المتواجد بها جهاز مكافحة الإرهاب وأبطال الحج الشعبي إضافة إلى الشرطة الاتحادية، حيث قاموا بوضع خطوط صد جديدة ومواجهة داعش الإرهابية بعد أن تم تطهير حصيبة الشرقية من مجاميع داعش الإرهابية والسيطرة عليها ومسك الأرض جغرافيا. هذا العلم العراقي يثبت يعني بأن هناك سيطرة تامة انتشار للقطاعات العسكرية. أعزائي المشاهدين، هذا الطريق الرئيسي المؤدي من قاعدة الحبانية باتجاه منطقة الخالدية، الجزيرة، كذلك حصيبة الشرقية. العراقية تنقل بالصوت والصورة ما يجري على أرض الواقع في معركة الأنبار من خلال هذه الجولة الأمنية مع جهاز مكافحة الإرهاب. أؤكد بأن هناك أمان في هذه المناطق. هذه سيارات المواطنين كما تشاهد، مركبات المواطنين تتجول بكل سلاسة في هذه المنطقة وبكل أمان، ما يدل على وجود هناك أمن كامل مسيطر عليها في منطقة الخالدية وحصيبة الشرقية. الآن سنتجه إلى هذه المناطق وإجراء لقاءات مع أبطال جهاز مكافحة الإرهاب، الشرطة الاتحادية وأبطال الحج الشعبي، إضافة أهالي المنطقة ومدى تعاون الأهالي وانسجام الأهالي مع هؤلاء الأبطال هناك في تلك المناطق. هذه مركبات المواطنين يعني تتجول بكل سلاسة في هذه الطرقات، ما يدل على وجود أمن كامل مؤمن من قبل الأجهزة الأمنية، تمهيدا لاقتحام بقية المناطق وإعادة الرمادي إلى حضن الوطن مجددا. طبعا هاي محطات تعبئة الوقود، هنا اعزائي المشاهدين هاي المواطنين. ننقل بالصوت والصورة ما يجري داخل منطقة الخالدية بالتحديد. الآن هاي منطقة الخالدية مو؟ ملعب الخالدية الرياضي، نادي الخالدية يعني تقصد؟ محمد إذا تقدر تصور ملعب الخالدية والسيطرة الرئيسية بلا زحمة عليك، على مود المشاهد يعرف أكثر ويطلع ما يجري الآن في الخالدية. هاي سيطرة الخالدية الرئيسية أعزائي المشاهدين، ماسكيها الشرطة المحلية والاستخبارات إضافة إلى الأجهزة الأمنية الأخرى وأبناء العشائر المنتفضين هنا في هذه المنطقة.
هاي سيطرة الخالدية الرئيسية. النون جاوزناها ندخل في عمق المدينة نصور أكثر ونوثق أكثر ما يجري. مديرية شرطة الحبانية أستاذ محمد إذا أصورها، هاي مديرية شرطة الحبانية أعزائي المشاهدين. هذا جسر الخالدية أعزائي المشاهدين. هاي العلم العراقي يرفرف في أزقة وأحياء منطقة الخالدية والقطاعات العسكرية المنتشرة في منطقة الخالدية. هاي الشرطة المحلية إضافة إلى أبناء العشائر المنتفضين، أبناء المنطقة، أبناء الأنبار، الأصلاء من العشائر المنتفضة هنا متواجدين في هذه المنطقة، مركبات المواطنين، الأجهزة الأمنية تتجول. نحن في جولة مع جهاز مكافحة الإرهاب، ما يدل هناك أمن كامل مؤمن لمنطقة الخالدية. هذه الشارع الرئيسي لمنطقة الخالدية. طبعا اعزائي المشاهدين الان احنا في منطقه الخالديه، جوله مع جهاز مكافحه الارهاب البطل في قلب منطقه الخالديه. كما تشاهدون امان، وثقنا المواطنين يتجولون، المركبات المواطنين، الاسواق، على الرغم من قله يعني المحلات مفتحه ابوابها، نشوف الامان حتى الاطفال والنساء نشوف جول منطقه الخالديه. ايش يعني هذا الامان بالنسبه لتحرير منطقه الخالديه وتامينها بالكامل من قبل ابطال جهاز مكافحه الارهاب والشرطه الاتحاديه وابطال الحج الشعبي؟ انت مثل ما تشوف الامان موجود والناس تتجول. بس تعال خلينا نطب بنص الشارع عند المواطن نشوف اكثر ما يجري في منطقه الخالديه. هاي منطقه الخالديه اعزائي المشاهدين، هي منطقه الخالديه مثل ما تشوفون الامان موجود وتحررت بفضل الابطال من جهاز مكافحه الارهاب والشرطه الاتحاديه والحشد الشعبي. وتشوفون المحلات مثل ما تفضلت انت على الكاميرا على ابو المطار، على قله الناس والمحلات اللي انفتحه، بس موجوده ناس وهاي سياراتها تشوف. السلام عليكم، انت من اهل الخالديه؟ اي نعم. يعني شلون تجد السلام على المنطقه الخالديه؟ حيل امان وزين، المنطقه ما بيها شيء. مرتاحين يعني من زين تعامل الاجهزه الامنيه لكم شلون؟ حيل زينين. يعني ماكو بعض التجاوزات، بعض الخروقات؟ ابد ماكو، يعني حيل اسلوبهم ويانا زين. بالنسبه لاهل الخالديه اذا صار تعرض في يوم من الايام، ان شاء الله ماكو هذا التعرض، يعني تامن الحصيبه وتوجهوا بعد للامام. يعني انتم ابناء المنطقه تقاتلون الاجهزه الامنيه؟ ان شاء الله، ايش عندنا احنا هم غير، يعني اذا ما احنا وياهم العاد من يقف وياهم. بارك الله بك. على راسي. اسمع ازعاج، شكرا جزيلا. الخالدية شلونها امان؟ الحمد لله كله زين. يعني انت ما خايف طالع بشوارع الخالدية تتجول شوارع الخالدية؟ لا ما خايف، خاف بس من الله. تواجد داعش؟ اي واجد. انت شنو رايك بالخالدية هسه امان؟ والله الحمد لله امان وماكش.
مرتاحين؟ مرتاحين ان شاء الله. الاجهزه الامنيه شلون تعاملها وياكم؟ والله الحمد لله خوش. بارك الله بك. طبعا اعزائي المشاهدين، هاي منطقه الخالديه بلده. كجهاز مكافحه الارهاب تم تامين المنطقه بالتعاون مع الحج الشعبي، بالتعاون مع ابطال الشرطه الاتحاديه، كيف تجد هذا الانتصار؟ وحنتجه الى حصيب الشرقيه لنوثق تلك الانتصارات بالتحديد. فايش يعني هذا الموضوع بالتحديد للجهاز معنويا بعد الانسحاب من منطقه الخالديه؟ الانسحاب صار تكتيكي مثل ما شفتوا، واستمكننا من منطقه الحبانيه وبدا التطهير من منطقه الحبانيه. هسه احنا واصلين تقريبا جماعتنا والحج الشعبي والشرطه الاتحاديه واصلين حصيبه الشرقيه. لو تسمح لي، لو تسمح لي. السلام عليكم. انت ابن الخالديه؟ اي ان شاء الله. شو تحس هسه الخالديه مؤمنه بالكامل؟ مانفول ان شاء الله. مرتاحين مطمئنين؟ لا مرتاحين. تتجولون براحتكم الاسواق؟ ماكو شيء. عندكم نقص بعض الخدمات؟ كل شيء ان شاء الله ماكو. الاجهزه الامنيه شلون تعاملوا وياكم؟ حيل زينه والله. يعني انتم مرتاحين من هذا الموضوع؟ الحمد لله الحمد لله. تتجولون براحتكم بالليل؟ احنا الحمد لله. الله يحفظكم ان شاء الله. عافيني على الازعاج، شكرا جزيلا. هاي منطقه الخالديه اعزائي المشاهدين. الخالديه ايش يعني هسه بالنسبه لهاي؟ وبعد الحصيبة الشرقية. الحصيبة الشرقية تجي وراها منطقة المقبرة اللي على اليمين، وعلى يسار المقبرة، وعلى اليمين منطقة الجارية. وإن شاء الله عن قريب تحرير الجارية والمقبرة، وراها يجي الملعب، منطقة الملعب. وأهل الخالدية ما نقول لهم شيء، رجعوا ماكو شيء. شكرا جزيلا. معنويا؟ معنوية عالية. معنوية عالية والحمد لله إن شاء الله. انتفع إلى قلب الأمر الرمادي؟ إن شاء الله إن شاء الله، نحررها كلها إن شاء الله. معنوية؟ معنوية عالية إن شاء الله، والهمة موجودة إن شاء الله عند المقاتلين، جهاز مكافحة الإرهاب إن شاء الله، وعد عيناكم إن شاء الله. شكرا جزيلا. طبعا لا ننسى دور الشرطة الاتحادية ودور أبطال الحج الشعبي في هذه المعركة كما تشاهدون أعزائي المشاهدين. هاي المواطنين هنا، مركبات تسير بكل سلاسة في منطقة الخالدية، مركبات جهاز مكافحة الإرهاب منتشرة، إضافة الحج الشعبي وأبطال الشرطة الاتحادية. أعزائي المشاهدين السلام عليكم. ولد الخالدية؟ نعم. شرفنا بيكم حبيب قلبي. الخالدية هسه شلونها؟ الأوضاع حيل زينة، ونتشرف بالقوات الأمنية، وإن شاء الله الوضع حيل زين. وهسه أنا أكو تقدم باتجاه الرمادي، والرمادي كلها محاصرة. معنويات ولد الخالدية؟ معنويات عالية، وأكو سباع، الأجهزة الأمنية سباع، وإن شاء الله ما ننطيها. الله يحفظكم إن شاء الله. إن شاء الله ما ننطيها للموت. الله يحفظكم ان شاء الله سالمين غالمين. تاج الراس انتم اهل الخالديه. بالنسبه لتعامل الاجهزه الامنيه وياكم شلونه؟ حيل زين. مرتاحين؟ ماكو خسارة؟ اخواننا الاجهزه الامنيه كلهم. خدمات عندكم نقص بالخدمات؟ نقص ما عندنا زين، هسه تجي لنا خدمات وهذا، بس عايزنا شغله تدري انت دعم الاطباء المعروفه ايش يجون، يعني بس يستمرون بالدوام، الدوائر الخدميه. يعني هاي دعوه لعوده الدوائر الخدميه للعمل في الخالديه مجددا. نعم. هم حيسمعون ان شاء الله، والقرار تبقى من القيادات العليا. يجون نتشرف بيهم، والاوضاع زينه ان شاء الله، وماكو شيء. الله يحفظكم، شكرا جزيلا. الاجهزه الامنيه ان شاء الله ونخليهم على روسنا. الله يحفظكم اغاتي، سالمين غالمين، شكرا جزيلا. وضعياتكم معنوياتكم؟ والله معنوياتنا الحمد لله زينه، ماكو شيء ان شاء الله. الله يحفظكم ان شاء الله. ماكو قصور من الاجهزه الامنيه؟ لا لا ان شاء الله كل قصور ماكو. الله يحفظكم ان شاء الله، اسمعي على الازعاج اغاتي، شكرا جزيلا. طبعا هاي ابطال الشرطه الاتحاديه، الشرطه الاتحاديه السلام عليكم. السلام. معنا وياكم الشرطه الاتحاديه. نعم خير من الله. الجنود المرابطين بالامامي. نعم كله موجود، كله حاضر همهم، مايهم، اكلهم، شربهم. معنويات الشرطه الاتحاديه. انتصارات بعد انتصارات من تكريت وين للرمادي، وان شاء الله منتصرين، متعاونين احنا وقوات الشرطه الاتحاديه بامر فريق رائد قائد الشرطه الاتحاديه والفرقه الذهبيه والجيش وكل الحشد. منتصرين ان شاء الله بالرمادي ان شاء الله. وشكرا، شكرا جزيلا. هاي معنويات ابطال الشرطه الاتحاديه، جهاز مكافحه الارهاب. هاي منطقه الخالديه. صور المركبات محمد، صور المركبات المواطنين بلا زحمه. هاي الشارع الرئيسي لمنطقه الخالديه. صور ولد الخالديه، صور ولد الخالديه حمودي. بس لو تجيب الكاميرا حمودي تعال، بس تفضل. السلام عليكم. الله يسلمك. المهم انت مين؟ منتمين مركز الخالديه. انتم ابناء الخالديه؟ مركز الخالديه. الشرطه المحليه؟ شرطه محليه ان شاء الله. هاي ولد الخالديه وهاي الشرطه المحليه متواجدين. الخالديه ان شاء الله وما تسقط بعنا شك واحد بقى شيء.
وان شاء الله شك واحد مشى وياهم وصار وياهم لا ندوس على راسه وراس عشيرته ان شاء الله. هاي الخالديه صول وتجول، خاف احد يقول لك خالديه ساقطه غيرها غيرها، ان شاء الله ماكو شيء، واحنا وراهم وراهم سوف نلاحقهم اينما كانوا، ننتصر او نموت. هل بقتشيه؟ شكرا جزيلا على راس حبيبي. طبعا اعزائي المشاهدين مستمرين بالتغطيه مع ابطال الشرطه الاتحاديه جهاز مكافحه الارهاب. طبعا امتنعوا عن التصريح لالتزامهم بالضوابط العسكريه والاوامر العسكريه لعدم وجود من يخولهم بالتصريح. طبعا شكرا جزيلا على الالتزام بالتعليمات. الله يحفظك. شرفنا بك. طبعا الاخوه التزموا بالتعليمات لعدم وجود تصريح او عدم مخولين بالتصريح. ان شاء الله يوصل سلامكم للعراقيه. تسلم تدلن ان شاء الله. هاي منطقه الخالديه اعزائي المشاهدين، هاي اطفال الخالديه، هاي الشوارع الرئيسيه لمنطقه الخالديه كما تشاهدون مؤمنه بالكامل من قبل جهاز مكافحه الارهاب البطل الشرطه الاتحاديه وكذلك ابطال الحج الشعبي بكافه التشكيلات الجهاديه. حمود يصور الشارع الرئيسي له. طبعا اعزائي المشاهدين مستمرين بالجوله، حنتوجه الان من الخالديه الى الحصيبه الشرقيه لنوثق الانتصارات هناك ومسك الارض من قبل القطاعات الامنيه، استمروا لنا بالتغطيه. طبعا هاي نهايات منطقة الخالدية اعزائي المشاهدين، الان احنا متجهين دخلنا منطقة الحصيبة الشرقية. هاي منطقة او بدايات منطقة الحصيبة الشرقية اعزائي المشاهدين كما تشاهدون. هاي جولة امنية مع جهاز مكافحة الارهاب كما اعلام كتائب حزب الله التابعة لابطال الحج الشعبي وكذلك العصائب للحق، ولكن الثقل الاكبر في هذا المحور هو لكتائب حزب الله وكما تشاهدون اعلام هذا الفصيل المجاهد متواجد الآن في شوارع منطقة أو بدايات منطقة حصيبة الشرقية. هذه منطقة حصيبة الشرقية كما تسوون نوثق بالصوت والصورة. جولة أمنية ها أعزائي المشاهدين كما تشاهدون، هذه منطقة حصيبة الشرقية. هذه منطقة حصيبة الشرقية. مؤمنة بالكامل بيد القطاعات الأمنية المرابطة هنا أبطال الحج الشعبي كذلك أبطال الشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب البطل في هذه المنطقة المتواجدة. هذه منطقة استراتيجية أعزائي المشاهدين، تكمن أهمية هذه المنطقة أنها ملاصقة أو مجاورة لمنطقة البوبالي المطلة على البوفراج، وهي مناطق متداخلة زراعية وعرة إضافة البوجديع وكذلك البوعساف المطلة على الشارع الرئيسي حيث كانت ساحة الذلة والمهانة متواجدة هناك. هذه طبيعة هذه المنطقة الزراعية باستثناء منطقة حصيبة الشرقية قلة المناطق الزراعية فيها، ولكن بقية المناطق المطلة والمقاربة. محمد لو بس تصور لنا الإعلام العراقية إذا تقدر تمد الكاميرا محمد. هاي الاعلام العراقية اعزائي المشاهدين منتشرة في كل مكان.
رمز الوطن منتشر في جميع في الطرقات الرئيسية، وهناك أعزائي المشاهدين انتشار مكثف للقطاعات الأمنية في هذه المنطقة والطرقات الرئيسية لمنطقة حصيبة الشرقية. كما تشاهدون جولة أمنية مع جهاز مكافحة الإرهاب هذه المنطقة محمية من قبل أبطال الحشد الشعبي وتحديدا كتائب حزب الله، وكذلك أبطال الشرطة الاتحادية وأبطال جهاز مكافحة الإرهاب الذي تم تحرير هذه المنطقة والسيطرة عليها بالكامل. هذه أعلام الفصائل المجاهدة وكذلك العلم العراقي يرفرف في الطرقات الرئيسية لمنطقة حصيبة الشرقية. هذا الشارع الرئيسي لمنطقة حصيبة الشرقية أعزائي المشاهدين كما تشاهدون مؤمنة بالكامل. نشاهد انتشار للفصائل المجاهدة المقاومة التابعة للحشد الشعبي وكذلك الشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب وكذلك مدرعات الجيش العراقي وكذلك أبطال الجيش العراقي التابعين لوزارة الدفاع منتشرين في هذه المنطقة. هذه همرات التابعة لقيادة عمليات الأنبار التابعة لوزارة الدفاع منتشرة أيضا في هذه المنطقة. هذه الشارع الرئيسي لمنطقة حصيبة الشرقية، هذه ملامح المدينة، هذه الطرقات الرئيسية لهذه المنطقة، هذا المقر الرئيسي لكم. الآن حنترجل من المركبة أعزائي المشاهدين لنوثق أكثر بالصوت والصورة ما يجري في هذه المنطقة وما يدور من هذه المنطقة وكيف مؤمنة هذه المنطقة ومن قبل من بالتحديد. جهاز مكافحة الإرهاب تحدثنا بها كثيرا، جهاز مكافحة الإرهاب البطل وكذلك أبطال الشرطة الاتحادية وكذلك أبطال الحشد الشعبي بالتنسيق. هذه الطرقات أو الفروع الرئيسية المتواجدين هنا في هذه المنطقة أعزائي المشاهدين مستمرين بالجولة وبالتغطية، وحننقل لكم بالصوت والصورة ما يجري. نقلنا ما يجري في الخالدية، الآن سننقل بالصوت والصورة ما يجري في منطقة حصيبة الشرقية. تابعونا أعزائي المشاهدين. حاليا وجهكم باتجاه الرمادي، باتجاه يعني مركز المدينة. مركز المدينة بالضبط، صحيح. زين، وهسه حاليا احنا راح نتوجه الخط الصد الرئيسي اللي مطلق جهاز مكافحة الإرهاب وبعض القطاعات الساندة وياه. الحشد متواجد؟ صحيح متواجد، النامي متواجد هسه حاليا ويانا. طبعا مستمرين بالتغطية اعزائي المشاهدين، هذا الشارع الرئيسي بصحبة جهاز مكافحة الإرهاب، جولة أمنية في الشارع الرئيسي لمنطقة حصيبة الشرقية بعد أن تم تأمينها بالكامل. كانت معركة شرسة هنا، سيطر عليها جهاز مكافحة الإرهاب كان في الخطوط الأمامية بالتنسيق مع الحج الشعبي وكذلك الشرطة الاتحادية. متواجد وياكم سيادة المقر الجهة اليسار من منطقة حصيبة باتجاه تلك مسعود، يعني الشرطة الاتحادية ماسكين الجانب الشرقي. صحيح، الجانب الشرقي واحنا ماخذين الجانب الجنوبي. الجانب الجنوبي، يعني كل من إلى رقعة جغرافية مسيطر عليها. صحيح، مقسمين تقسيم عمليات مقسمينها، يعني كل واحد إلى قاطع مسؤوليته. هاي طبعا أزقة وأحياءها الرئيسية أعزائي المشاهدين كما تشاهدون. هاي حصيبة الشرقية مؤمنة بالكامل، أمامك رجالات جهاز مكافحة الإرهاب منتشر في جميع المناطق. هاي البيوتات خلت من أهلها بعد إن كانت عمليات عسكرية دامية هنا جرت، تم تطهيرها بالكامل. السيادة المقدم، يعني احنا هاي الجولة الأمنية مع جهاز مكافحة الإرهاب نحب نعرف يعني طبيعة هاي المنطقة والمناطق اللي تحيط بها. مثل ما نشوف هي منطقة زراعية، هاي منطقة زراعية هي تساعد على اختفاء العدو، يتنقل العدو بين البيوت، من بيت لبيت يتنقل، يقدر يتنقل من بيت لبيت ويشاغل القطعات الموجودة ضمن القاطع. بالنسبة للمناطق اللي تحيط بهذه المنطقة، يعني هاي تعتبر منطقة استراتيجية مثل ما يعني الجميع يتحدث بها، اريد المشاهد يطلع اكثر المناطق اللي تحيط بها لحد ما توصل مركز المدينة. يعني مناطق من اي ناحية يعني؟ يعني المناطق اللي تحيط بجميع الاماكن، يعني هسه اللي يحيط بالجهة الجنوبية من حصيبة الشرقية، الجهة الشرقية الغربية. هاي تسمى جزيرة الخالدية، هسه حاليا امامنا تسمى جزيرة الخالدية اللي تواجد هذا الحيط الصدي. بالضبط صحيح. جزيرة الخالدية هاي تواجد داعش، يبعد عنك تقريبا 50 50 يعني متر. هذا البيت تواجد فيه داعش.
هذا البيت اللي امامنا. اطلع ماشي تقدر تشوف هاي البيوت هاي. مستمرين بالجولة اعزائي المشاهدين، هذا الخط الصد يعني خلف هذا الساتر بخمسين متر اعزائي المشاهدين مجاميع داعش الارهابيه متواجده كما تشاهدون. هذا خلفنا تقريبا يعني يصعب عليه انتشار القناصه اعزائي المشاهدين، موجودين مجاميع داعش الارهابيه خلف هذا. هذا خط الصد لمكافحه الارهاب بالتنسيق مع الشرطه الاتحاديه. كما تشاهدون هاي رجالات جهاز مكافحه الارهاب. هذا خط الصد، نحن بجولة مع أمر الفوج الأول لجهاز مكافحة الإرهاب. سيادة هاي جزيرة الخالدية، هاي اكو ارتباط ويا الفلوجة اتجاه الأنبار. شلون هاي شو يسموها؟ جزيرة الخالدية تعتبرها. ارتباطها من الفلوجة باتجاه مركز المدينة مال الأنبار. زين البوبالي أما تعتبر هي كلها يسمونها الجزيرة، البوبالي، البجحش، البشاب، البعبيد، البعيثة، البفراج، بعدين تجي البريشة والبهايس. البريشة يعني وصولا إلى قيادة عمليات الأنبار. صحيح. سنقدر نروح على نقطة صد أخرى هم تابع الجهاز مكافحة الإرهاب، من تماس ويا داعش مع داعش. بالنسبه للتعرضات، هل تكون تعرضات ليليه مستمره مع مجاميع داعش الارهابي للسيطره على هاي المنطقه؟ بالضبط صحيح، مستمره 24 ساعه تماس ويا داعش. جوله مع جهاز مكافحه الارهاب وتحديدا الفوج الاول اللي هو تحت امره رائد ركن مهند. سياده الرائد، هذا خط الصد الثاني المنتجي احنا. صحيح. هاي جاي شوفه قدامك اسرع نشوفك. بعض البيوت كانت مفخخه. وقعها داعش قبل ما نتقدم عليها. تم تفخيخها من قبل العدو. صحيح، من قبل العدو. تقدر تطلع منه. بس محمد وجه بالكاميرا. توجه بالكاميرا منه. هاي شوارعها، هاي افروحها الضيقه. حصيبه الشرقيه مؤمنه بالكامل. ننقل الصوره من ارض الواقع اعزائي المشاهدين، وان شاء الله نتواصل وننقل المعارك العسكريه والمواجهات العسكريه من قلب مدينه الرمادي ان شاء الله. وان شاء الله التطهير يتم عن طريق نقل الحقيقه عبر الشاشه العراقيه كما عودناكم. نكون بالخطوط الاماميه مع جهاز مكافحه الارهاب وبقيه القطاعات العسكريه الاخرى. هذا الخط الصد الثاني. محمد وجه الكاميرا على الخط الصد الثاني. محمد، هاي محمد. هذا الخط الصد الثاني اعزائي المشاهدين. محمد، وين محمد؟ بس شوي توجه لنا محمد، شوي توجه لنا. هاي بيوت كلها مفخخة للمدنيين، بعدين ورا ما راح تقدم القطاعات الامنيه راح يفجرون على القطاعات الامنيه، بس حسب معلوماتنا هي كلها مفخخه. يعني هاي البيوت الامامنا هسه كلها مفخخه. البيوت هاي الامامنا كلها مفخخه. جيد جيد. جاي شوف هسه، جاي شوف قدامك. هذا البيت الامامنا. اي هسه تقدر تصور هاي البيوت قبل ما تقدم 15 متر. اريد ناخذه عشان ينفجر الحاله. يعني تحت السيطره تم تفجيره؟ لا، هو انفجر من قبل تنظيم داعش، فجر اراد يفجر على القطاعات الامنيه، بس انفجر الحمد لله وشكر ماكو اي اصابات بالقطاعات. طبعا هاي بعض الاعمال التعرضيه، يعني هي ليس مواجهات عسكريه حقيقيه ولكن لتامين المنطقه الاماميه اعزائي المشاهدين. أعزائي المشاهدين، طبعا أعمال تعرضية وليس مع عمليات عسكرية حقيقية لصد هجوم العدو على هذه المنطقة بالتحديد.
هذا الخط هذا جدار الصد لجهاز مكافحة الإرهاب من الجهة الجنوبية سيادة المقدم؟ من الجهة الجنوبية، هذا يفصلنا بين داعش وبين القطاعات الأمنية بين العمليات الخاصة، بس هذا الشارع الخدمي. يعني هسه الآن هذا خط الصد بين جهاز مكافحة الإرهاب ومجاميع داعش الإرهابية 50 متر. أي أقل. كما شاهدنا أعزائي المشاهدين، هاي أعمال تعرضية وليس مواجهات عسكرية. هذا خط الصد يتابع جهاز مكافحة الإرهاب الآن. هاي بيت المفخخ امامنا غير دنيش. طبعا هذا خط الصد اللي تابع لجهاز مكافحة الإرهاب، هاي البيوت اللي أمامنا مسيطرين عليها مجاميع داعش الإرهابية، يعني 50 متر يفصل عن خط الصد اللي هو بحماية جهاز مكافحة الإرهاب على منطقة صبيحة الشرقية. سيادة المقدم، هاي المنطقة اللي أمامنا شو يصيحوا لها؟ تسمى جزيرة الخالدية. هاي جزيرة الخالدية خلفنا. بالضبط صحيح، وهاي منا باتجاه اليسار يسمونها منطقة السجارية. منطقة السجارية. صحيح، وهذا جاي يشوف الدخان، هذا ذا جاي يشوفه. هذا الدخان. يتواجدون به إرهابيين هنا سحرقناه حاليا خلال المواجهات. الحمد لله. هسه هذا خط الصد الثاني اللي هو يعني بحماية جهاز مكافحة الإرهاب، أعزائي المشاهدين. ما يعني هذا كما تعلمون بانتظار بقية المحاور وبقية القطاعات تصل لنقطة جغرافية معينة لتبدأ العملية الكبرى لتحرير مركز مدينة الرمادي. هي عدة محاور، لم نستطع أن نتكلم عن هذه المعركة وما سيحدث في هذه المعركة والمحاور في هذه المعركة، ولكن الأيام القادمة سيتم توثيقها بالصوت والصورة كما وثقت بقية المعارك. سيادة المقدم، أكو شيء مهم نقدر نحكيه أو نقوله للمشاهد؟ معنويات مقاتلين جهاز مكافحة الإرهاب، انتشارهم إن شاء الله معنويات عالية وانتشارهم جيد جدا إن شاء الله. منتظرين بقية القطاعات أو المحاور تصل إلى نقطة جغرافية معينة لتنطلق عملية كبرى لتحرير منطقة الرمادي. إن شاء الله. صحيح إن شاء الله. صحيح. محمد إذا تقدر طلع الكاميرا. بس طلع الكاميرا محمد، بس صور. ايوه واحد ما السجارية. مو السجارية؟ كافي. والله الحمد لله. محمد صور محمد. بس يقدر يصور الجنود. هذا المنزل اللي قبالنا؟ طبعا ما زالت المواجهة، ما زالت الجولة الأمنية مع جهاز مكافحة الإرهاب مستمرة أعزائي المشاهدين. بس صور المقاتلين. لا
دخلنا إلى المنازل إلى الفروع الفرعية وكذلك حتى الطرق الرئيسية، ووثقنا وحتى خطوط الصد الأمامية تبعد 50 متر عن جامع داعش الإرهابية لتوثيق سيطرة كاملة جهاز مكافحة الإرهاب، أبطال الحشد الشعبي المتمثل بكتائب حزب الله وكذلك أبطال الشرطة الاتحادية. التغطية مستمرة، العراقية ستواصل هذه التغطية من الخطوط الأمامية عندما تبدأ العملية الكبرى لتحرير مدينة الرمادي بالتحديد. الآن نستطيع أن نقول من خلال هذه الجولة الأمنية والمعلومات وكذلك أعزائي المشاهدين ما وردتنا وما تم توثيقه بالصوت والصورة بأن مدينة الرمادي الآن مطوقة بالكامل 100% من خلال المحاور المتعددة التي تم تضييق الخناق عليها والتي زحفت باتجاه مدينة الرمادي وقطعت الإمدادات الرئيسية والطرق الرئيسية على جميع داعش الإرهابية. العراقية مستمرة ومن الخطوط الأمامية توثق الانتصارات والإنجازات للأجهزة الأمنية. انتظرونا وسنكون على الموعد كما عهدناكم. العراقية ستوثق هذه الإنجازات وهذه الانتصارات أول بأول. بس وجه الكاميرا محمد فالعالم يشاهد ويشوف وماذا يجري في هذه المنطقة من أمن وأمان من خلال الانتشار المكثف للأجهزة الأمنية. مستمرين بالتغطية. وراها يا منطقة بالتحديد؟ منطقة السجارية والصوفية. السجارية والصوفية. الصوفية. يعني هسه بالتحديد هاي الخط الصد الثالث مو؟ صحيح صحيح، خط الصد الثالث. مسيطر عليه بالكامل؟ بالكامل صحيح. خلال جدار الصد والانتشار المكثف حتى بالبيوت وبالأفرع الرئيسية والفرعية. صحيح صحيح، من قبل جهاز مكافحة الإرهاب والقوات الأمنية المجحفلة وجهاز مكافحة الإرهاب. مستمرين بالتغطية أعزائي المشاهدين، هذا الطريق الرئيسي. باسم محمد صور شريقة. انتشار القطاعات الأمنية جهاز مكافحة الإرهاب، هذا الطريق الرئيسي. بس صور محمد الطريق الرئيسي، هذا الطريق الرئيسي. محمد يعرف المشاهدة مؤمنة بالكامل من قبل أبطال جهاز مكافحة الإرهاب وكذلك الحشد الشعبي، يضاف لهم إسناد من الشرطة الاتحادية. هاي القطاعات منتشرة وتأمين كامل القطاعات من تمهيد والانتظار إلى العملية الكبرى لتحرير مدينة الرمادي بعد أن أكملت بعض القطاعات العسكرية وأبطال الحج الشعبي بالتحديد محورين رئيسيين قطع طرق الإمداد، ولم يبقى سوى محور واحد وهو المحور الغربي ينجز مهامة ويصل إلى رقعة جغرافية معينة لتعلن بدء العملية العسكرية الكبرى لتطهير مدينة الرمادي بعد أن يتم قطع طرق الإمداد بالكامل عن مجاميع داعش الإرهابية. مستمرين بالتغطية. سيادة المقدم، شو تقول لأهل بغداد وكل محافظات العراق مما شفناه من أمان في هذه المناطق؟ إن شاء الله نطمنهم أن بالعراق ككل، يعني نطمنهم إن شاء الله موجود القطاعات الأمنية اللي تحمي العراق وتحمي شعب العراق إن شاء الله. إن هذا الانسحاب معنوي ما راح يأثر؟ لا لا، ولو كان يعني فالدافع معنوي قوي لارتفاع المعنويات من جديد والسيطرة على بقية المناطق أو تطهير مدينة الرمادي؟ نهائيا الانسحاب ما يأثر، والمعنويات القطاعات الأمنية معنويات عالية إن شاء الله. مستمرين بالتغطية أعزائي المشاهدين، وإن شاء الله نوثق كما نوثق الآن ما يدور من وضع أمني مستقر، نوثق بالصوت والصورة المعارك العسكرية والإنجازات التي ستتحقق مستقبلا إن شاء الله. خالدية شونه؟ وردة مال الله. وردة مال الله. سلامة الطيبين. أمانها شونه؟ حيل جيد. حيل. ولدكم منتشرين بالمنطقة؟
يعني شنو احنا كنا منتشرين هذا المحل مالي انا مفتح هاك كافتر يوم فتحه سلامتهم سلامتهم ان شاء الله سلامتهم ان شاء الله بجهودهم ان شاء الله ماكو شيء واحنا هم بضيافتهم ان شاء الله معنوياتكم حيل حيل مو كيف تصوير ولا شيء جماعه جمعوا كل شيء ماكو الحمد لله وانتهت كل شيء ان شاء الله بحيل الله الله وصايتكم وصايت الحشد ان شاء الله والامور والقوات الامنيه والعشائر موافقه صايت الله والمقتدى الصدير وسيد علي السيستاني ان شاء الله والامور عاليه جدا حيل حيل ورده مال الله كلهم الحمد لله مو شوف هاي هاي شوف هاي الاطفال قاعد تختار السلام عليكم انت معنوياتك والله زين ما تخاف؟ لا يعني هم تخاطر اذا صار وقت قتال؟ ماشي انت معنوياتك توب يعني توب توب؟ اي توب توب بالنسبة للامان امان؟ والله امان زين هسه انا الحمد لله مرتاحين لا زين هسه انا كان ضرب كان اكو ضرب بس هسه لا زين هسه يعني هسه الخالدية مؤمنة بالكامل؟ لا زين هسه الحمد لله ضرب طبعا اعزائي المشاهدين هاي منطقة الخالدية هاي اسواق منطقة الخالدية كما تشاهدون اسواق منطقة الخالدية جب المحلات التجارية مفتحة ابوابها المتبضعين موجودين الحياة طبيعية بشكل نستطيع نقول 80 او 90% السلام عليكم معنا وياكم والله الحمد لله بس هي بس ظلت الخالدية ونطلب بس البنك يصرف الرواتب كنا بالصيبة العفو الشرقية امان 100% جونا بشوارع صيبة وحاولنا جو صيبة العفو اي وسب الخالديه بس شويه البنك تعرف الرواتب يعني وين نروح يعني بس مشكلتكم يعني الرواتب شلون توصلكم الرواتب مال المتقاعدين المدنيين هي بس ظلت الخالديه وان شاء الله نرجع لحصيبه ان شاء الله حصيبه ان شاء الله مؤمنه بالكامل طبعا هاي منطقه الخالديه اسواق منطقه الخالديه نستطيع ان نقول امن والامان رجع لهذه المنطقه بعد ان تم انتشار القطعات الامنيه الشرطه الاتحاديه كذلك ابناء الحج الشعبي الابطال وجميع القطعات الامنيه الاخرى محمد بس خلينا نصور الشارع العام هذا الشارع الرئيسي لمنطقة الخالدية أعزائي المشاهدين اللي يطلع لمنطقة الحصيبة الشرقية اللي تم تصويرها وتوثيقها بالصوت والصورة في جولة مع جهاز مكافحة الإرهاب الذي تم تأمين هذه المنطقة بالكامل طبعا بس نحب نسأل بعض المواطنين السلام عليكم الله يخليكم من أهل الخالدية نعم الوضعية هسه شلونها يعني؟ لا ان شاء الله زينه والامور زينه وقاعد تحسن يوم عن يوم ان شاء الله. يا رب ان شاء الله، يعني بصراحه نريد نعرف تعامل الحج الشعبي مع ابناء المنطقه، تعامل الاجهزه الامنيه. لا زين كلش زين. اكو صور تسجيل ملاحظه؟ لا ماكو شيء ماكو شيء. ان شاء الله زين. خدمات اكو؟ خدمات يعني قسم وقسم يعني بعد. يعني بصراحه نحكي شنو عندكم نقص هسه بالخالديه تريدوه يتوفر؟ والله هسه بس الفتح حال بزيبز ويجيبون المواد الغذائيه مثلا المخبر هذا المواد الغذائيه من جسر بزيبز الكهرباء المي الكهرباء والمي والله لا والله مو هالقد يعني طالبون توفير الكهرباء والمي اي والله المولدات المواد الغذائيه ما عندهم غاز وان شاء الله الامور ان شاء الله صوتك يوصل شكرا جزيلا حبيبي السلام عليكم استاذ الامور شلونها؟ والله الامور طيبه والحمد لله حيل طيبه والامور اعتياديه وتشوفون بعينكم هاي الناس طابه وطالعه وما كل شيء وغمامه وعدت ان شاء الله ولا يقدر علينا لا داعش ولا ابو داعش. بالنسبه للخدمات اكو قصور بالخدمات؟ الخدمات ما كل قصور الحمد لله رب العالمين. كهرباء المي؟ ما كهرباء منتهيه تدرون بها انتم ما كهرباء والمي الناس اللي تدري انت او المجلس او الناحيه اللي يقدرون عليه ما يقصرون به. اي هو غاز ماكو منتهي من عنده طرق مسدده ما اقول لك يعني بس دخول المواد الغذائيه الزرع الامور صعوبه بها صعوبه انا اقول لك بها صعوبه طالبون الحكومه بهاي الامور؟ اي نعم طالب الحكومه بهاي الامور يسالون الامر عن المواطنين الباقين هنا وهناك عوائل ما طلعت اكثريتها ما طلعت يعني ظلت هنا تحازك وما نطلع وين نروح الله يحفظكم شكرا جزيلا واشكركم اعزائي المشاهدين انتهت جولتنا الان حنتوجه الى قاعه الحبانيه ونتواصل بعرض ما يجوب ما يجري في منطقه الخالديه بقية المناطق الأخرى اللي متواجدين بها أبطال الحج الشعبي أبطال جهاز مكافحة الإرهاب أبطال الشرطة الاتحادية وكذلك أبناء العشائر المنتفضين من أبناء الأنبار متواصلين بالتغطية أعزائي المشاهدين وحننقل ما يحدث على أرض الواقع بالصوت والصورة